السماء أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان قدوة مرحلها رحمة الرحمن في قدوة مرحلها رحمة الرحمن وساحة الحرب بها شعلة الإيمان قلوبكم إيمانها يشهد العرفان قلوبكم إيمانها يشهد العرفان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان هذا الشهيد بالحمى جسمه الأطهر هذا الشهيد بالحمى جسمه الأطهر في ثوبه ثوب الدماء نادى يا حيدر وروحه تعلو السماء الله أكبر وروحه تعلو السماء الله أكبر قد صاح بالكفر أما ترهب النيران قد صاح بالكفر أما ترهب النيران يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان عن دينكم ردوا الأذى حطموا الأوثان وحاربوا الكفر إذا حارب القرآن عن أرضكم ردوا الغزاة واسحقوا العدوان عن أرضكم ردوا الغزاة واسحقوا العدوان وأجركم يوم الجزاء روضة الرضوان وأجركم يوم الجزاء روضة الرضوان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند
صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان بقدوة مرحلها رحمة الرحمن بقدوة مرحلها رحمة الرحمن وساحة الحرب بها شعلة الإيمان قلوبكم إيمانها يشهد العرفان قلوبكم إيمانها التي يمكن أن تعد من العلامات المحتومة وهو خسوف وكسوف في غير موعدهما في نفس الشهر في غير الموعد الاعتيادي الذي يكون فيه يعني خسوف وكسوف على خلاف تنبؤات الفلكيين يعني خسوف وكسوف لم يكن يتوقعه الفلكيون الفلكيون الآن يتوقعون بإمكانهم أن يحسبوا حالات الخسوف والكسوف إلى آلاف من السنين في القرن السابع الهجري الخاجة نصير الدين الطوسي من علماء الفلك من علماء الشيعة عند تقويم إلى أكثر من ألف سنة ذكر فيه أوقات الخسوف والكسوف وإلى الآن تحدث على نفس التقويم لأن القضية قضية رياضية تحسب حساب لكن يحدث خسوف وكسوف على خلاف حسابات الفلكيين الرواية تقول وعندها تسقط حسابات المنجمين العرفان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان Way planetary alignment on the 11th and 12th of May. This appears to be the most significant alignment for 2011. الشهيد بالحمى جسمه الأطهر هذا الشهيد بالحمى جسمه الأطهر في ثوبه ثوب الدماء نادى يا حيدر وروحه تعلو السماء الله أكبر وروحه تعلو السماء الله أكبر قد صاح بالكفر أما ترهب النيران قد صاح بالكفر أما ترهب النيران يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان عن دينكم ردوا الأذى حطموا الأوثان عن دينكم ردوا الأذى حطموا الأوثان وحاربوا الكفر إذا حارب القرآن
عن أرضكم ردوا الغزاة واسحقوا العدوان عن أرضكم ردوا الغزاة واسحقوا العدوان وأجركم يوم الجزاء روضة الرضوان وأجركم يوم الجزاء روضة الرضوان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان قدوة مرحلها رحمة الرحمن بقدوة مرحلها رحمة الرحمن وساحة الحرب بها شعلة الإيمان قلوبكم إيمانها يشهد العرفان قلوبكم إيمانها يشهد العرفان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان ونفسكم إباؤها أذهل الطغيان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان جاهدوهم آن الأوان حطموا الأوثان هذا الشهيد بالحمى جسمه الأطهر هذا الشهيد بالحمى جسمه الأطهر في ثوبه ثوب الدماء نادى يا حيدر وروحه تعلو السماء الله أكبر وروحه تعلو السماء الله أكبر قد صاح بالكفر أما ترهب النيران قد صاح بالكفر أما ترهب النيران يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان يا جند صاحب الزمان أمة الإيمان جاهدوهم آن الأوان عن دينكم ردوا الأذى حطموا الأوثان عن دينكم ردوا الأذى حطموا الأوثان وحاربوا